خالد، الأخت أم محمد من العراق، هي ولله الحمد من الله عليها بالحج في سنة مضت، وما كانت تعلم أنه لا بد أن يكون معها محرم. تسأل عن حجتها هذه يا شيخ. حجتها صحيحة، أسأل الله لي ولها القبول. وحج المرأة من غير محرم هو خلاف الأولى، وقد ذهب جماعة من أهل العلم لأنه لا يجوز أن تحج المرأة من غير محرم لأنه سفر، وذهب الإمام مالك والشافعي وهو قول عند الحنابلة إلى أنها إذا كانت في رفقة صالحة كما ذكرت فإنها يجوز لها الحج من غير محرم وتكتفي بالرفقة الصالحة. وفي كل الأحوال حجها صحيح وأسأل الله لها القبول. اللهم آمين.